السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله قطافنا للفراولة، لكن حبيت أني أنصح لمن يزرع الفراولة. الفراولة تحتاج إلى شيء مهم جدا جدا مع الرش العناصر، هو أهم شيء. أهم شيء بالموضوع هو يجب أنه ترش الفراولة كل أسبوع بمبيد عناكبي، لأنه العناكب مصاحب للفراولة، إذا لم ترشه ما راح تنجح في الزراعة الفراولة. كل فترة وفترة طبعا يزود حجم الفراولة، غادي أحجامه كبيرة. راح أخذ إن شاء الله بالفيديو هذه راح أخذ نسبة الأملاح ونسبة البي اتش، وراح نقطف إن شاء الله حنا وياكم سوا. لكن أهم شيء احرصوا دائما على رش المبيدات الحشرية، وطبعا المبيدات الحشرية في كيميائية وفي مبيدات عضوية. أنا دائما أفضل العضوية، لأنها المبيدات العضوية الآن بالفترة هذه قوية قريبة لقوة الكيميائية، فلذلك دائما احرصوا كل أسبوع رش عناكب. والرش دائما احرصوا على الرش أنه يكون في المناطق الخلفية من الشتلات، لأنه الرشاش ما يصله أو المرش حق المبيدات ما يصله، فحاول قدر المستطاع أنك تحاول أنك توصل المبيد إلى آخر أو طرف الآخر للشتلة. هذه إذا استمريت على المبيدات الحشرية العضوية كل أسبوع راح إن شاء الله تطلع بنتائج قوية. أما إذا ما رشيت صدقني ما راح يطلع عندك نباتك، وراح نباتك يموت يوم ورا يوم، يعني حتى أنه يموت ما يبقى عندك ولا شتلة. طبعا الرش المبيدات الحشرية الحشرية أهم من التسميد، الرش التسميدي أهم من الرش، أهم من الرش بمراحل. خلونا نبدأ بالقطاف. طبعا عندنا ما شاء الله تبارك الله الثمار صارت أكبر من أسبوع الماضي، علما أنه مرينا هالي واخذين جميع الأحجام الكبيرة ما خلى شيء، لكن بهم بركة الباقية وبهم بركة. خلونا نبدأ ونقطف. هذه حجم وزنها كثير، وزنها ما شاء الله أحجام. لو على ما قال لحكن على الكبار قبل الأهل لصارت أحجام طيبة مرة. ما شاء الله، يجب أن نشوف الميزان، يجيب الميزان ونشوف الأوزان. والله أوزان طيبة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. السلة انتلت وانا لسه ما اخذت شيء.
خلونا نبدأ من اليمين لليسار. طبعا بعد ما أقطف أنا عندي مبيدات نوعين، مبيد كيميائي فترة التحريم حقه 3 أيام، مادة الفعالة أبمكتين، أرشه أول ما أقطف أرش. أما إذا كان فيه ثمار يعني قريبة تنجض أرش بباكو 1 اللي هو العضوي. باكو 1 طبعا فترة التحريم حقه يوم واحد، طبعا ما في موجود فترة تحريم له داخل العبوة، لكن انه نحط يوم واحد كامل وبعدين نبدأ نستهلك اللي هو الثمار. بنهاية الفيديو راح أشوف أخذ مقاس الأملاح من نفس الخزان. في عندي أخطاء في تركيب الشتلات داخل الدست باكت، راح أتكلم عنهن في نهاية الفيديو. سلم تلت
لأول مرة تمتلئ السلة، علما أن أخذين أمس أو ما أدري قبل أمس. خلونا نتكلم عن الأخطاء اللي أنا سويتهن بنظام الدست باكت. الخطأ اللي أنا سويته الخطأ خلنا أشرح فيه. يفترض أن الشتلة تكون يعني على برا، تصير على برا ما تصير نفس الطريق. شوف الطريقة عندي أنا نازلة تقريبا 5 سنتي، يفترض أنه يصير البرلايت نهاية الدشت باكت، وتكون الشتلات تكون على طرف بحيث أنه ترمي زهورها للخارج. بس المشكلة أني أنا مبعدها ومنزلها، فصار الخطأ خطأين: بعده عن الجدار بعيده تقريبا 5 سنتي ومنازله. هذا خطأين عندي ارتكبتهم داخل تركيب الشتله داخل الدشت باكت. ان شاء الله في المرحله الجايه، ان شاء الله الموسم القادم، ان شاء الله راح شو اسمه تلاشى هذه الاخطاء اللي انا سويتها في الفراوله. نشوف البيتش. البيتش 5 البيتش وقف على 5.55. طبعا يفترض ان البيتش يصير ما بين 5.5 إلى 6، اذا صار في هذا الارقام ممتاز. نشوف نسبة الاملاح على الفراولة 790، يعني 79 ضرب 10. اذا ظهرت اكس 10 عندك اليمين، يمين الرقم معناته تضرب في 10 يطلع 790 بي بي ام. هذا حصاد اليوم، اول مرة تكون عالية، يعني راسها رص ما شاء الله تبارك الله. خلونا نشوف كم كيلو هذه السلة. طبعا ما في الميزان صغير، ما توقع انه يحسبها، لكن احجام طيبة ما شاء الله تبارك الله. هذه قنبلة دي. ما شاء الله تبارك الله. نشوف كم يطلع وزنه. 2000 جرام، يعني 2 كيلو. السلة هذه وزنها مع الفراولة 2 كيلو. فنشوف أكبر واحدة، تسعة وثلاثين. أربعة وثلاثين. ما شاء الله تبارك الله.